الشحات شرد الحال كل اعتبار حازت الشهرة وبالجود احتوت مشاهدينا ومتابعونا الأعزاء في كل مكان، نجدد اللقاء بكم والترحيب دائما مع هذه الانطلاقات وهذه التحديات الحاضرة هنا في هذا الصباح. انقضى أول أشواط الحيل المحليات وذهبت السلامات إلى مالك الثريا سالم بن محمد بن مترف الطنيجي من قدم ذلك الشعار لياتي مع الانتصار الاول هنا في هذه الانطلاقة وهذا التحدي. تهانينا لمالك هذا الشعار. ينطلق شوطنا الحاضر في هذه اللحظات والمخصص للحيل المهجنات الاصايل لمسافة الستة كيلومترات، هي الرحلة الحاضرة والمنطلقة مع هذه الاسماء وهذه الشعارات، فنتمنى التوفيق والناموس لجميع المشاركين. نتابع البداية ومن الجانب الاخر هناك من عمق الميدان من تنطلق وتتقدم هنا لتكون حاضرة. الهدارة هنا حمد بن سلطان بن راشد الاكتبي يدفع بهذا الشعار مبكرا مع المركز الاول، بينما المركز الثاني القادم والحاضرة هنا في هذه اللحظات الشانية. سعيد بن عوض بن سيف الاكتبي يتدخل مع المركز الثاني وثالثا. هناك من الجانب الاخر شعار بن غويث يأتي هنا على ظهر حشيمة سيف بن مبارك بن سيف بن غويث الاكتبي يدفع بهذا الشعار مع المركز الثالث. رابع الاسماء وصلت هنا في هذه اللحظات وتدخلت متابعونا الاعزاء. لمار عمر بن محمد بن عبيد الغفلي يتدخل مع رابع المراكز، وخامسا في هذه اللحظات هنا الحاضر حدبه لعلي بن محمد بن عبيد الخاطر ياتي مع خامس المراكز، وسادسا من الجانب الاخر هناك هيبه قادمه محمد الصغير بن محمد المنصوري ياتي مع سادس المراكز، وسابعا هناك طيارة قادمة حمد بن سلطان بن راشد الاكتبي يأتي مع سابع المراكز، وثامنا اشوف القادم والحاضر عوايد محمد سلطان سعيد زايد الاكتبي. وتاسع المراكز شوف الحاضرة هنا سودة احمد بن علي بن سالم العمري يأتي مع تاسع المراكز، وعاشرا وصل شعار بالعجيد هنا ليقدم مزون المملوكة لسعاد مصبح بن سعيد بن عجيد الاكتبي. هكذا هي النتيجة، هكذا هو التحدي، هكذا هو النداء الحاضر هنا مع هذه الانطلاقة، هنا مع هذه الاندفاعات الحاضرة هنا. متابعون الاعزاء مستمعون الافاضل مع هذه الاسماء وهذه الشعارات التي تزين ارضية وقاع هذا الميدان. اعود الى الصدارة، اعود الى المركز الاول، الى القيادة، الى الريادة هنا الحاضرة مع هذه الاسماء، ولكن المقدمة لا زالت مع الهدارة هنا حمد بن سلطان بن راشد الاكتبي الذي يدفع بها هنا بالمركز الاول وبالقيادة الاولى هنا مع هذه الاندفاع هنا مع هذه الانطلاقة. بينما ثاني المراكز اشوف الوصول والانضمام من الشاهينية الحاضرة هنا سعيد بن عوض بن سيف الاكتبي يأتي مع ثاني المراكز، وثالثا تدخلت هنا حدبة علي بن محمد بن عبيد الخاطر يأتي هنا مع هذه الانطلاقة مع ثالث المراكز، ورابعا هناك الحاضرة والقادمة في هذه اللحظات والمندفعة مع هذه الاسماء. لامار عمر بن محمد بن عبيد بن شمال الغفلي
وصل مع رابع المراكز، بينما خامس التحديات هناك حشيمة سيف بن مبارك بسيف ابن غويث الكتبي يأتي بهذه الاندفاعة، وسادس المراكز هنا وصلت غاثير مبارك بن سلطان بن مبارك الرفيسة الكتبي وصل بهذه الاندفاعة، وثامن المراكز مصيحة قاتمة خالد بن عبد الله بن مايد الخاطري وصل هنا في هذه الاندفاعة ويتقدم مع ثامن المراكز، وتاسعا الحاضرة الهلالية هنا سلطان بن شطيط العبيد بن قميش التبي يأتي مع المركز التاسع، وعاشرا هنا وصلت في هذه اللحظات شودة قادمة عامر بن علي بن عامر المري يأتي في هذه الانطلاقة. هكذا هي النتيجة، هكذا هو التحدي، هكذا هو النداء متابعونا الأعزاء في كل مكان. أعود إلى المقدمة، أعود إلى الصدارة، إلى الانطلاق الجميل، إلى التحدي، إلى القيادة. لا زالت هنا مع الهدارة التي تجر هذه الأسماء وتجر هذا الانطلاق الجميل. حمد بن سلطان بن راشد الكتبي يدفع بها ويقدمها بهذا الصباح الجميل والمميز. يلا يا بن شمال حاضرا مع المركز الثاني يقدم الأمار عمر بن محمد العبيد بن شمال الغفري وصل بهذه الاندفاعة، تدخل من الجانب الآخر وتحرك هناك وقادما في هذه الانطلاقة. هناك متابعون الأعزاء، هناك هيبة محمد الصغير بن محمد المنصوري بدأ يصل مع ثاني المراكز، وثالثا هناك القادمة حشيمة سيف بن مبارك بسيف بن غويث الاكتبي يأتي بهذه الانطلاقة، بينما رابع المراكز القادمة مصيحة هنا لخالد بن عبد الله بن مايد الخاطري. بدأت السرعة مع هذه الأسماء، بدأت السرعة برحلة الكبار. هنا خامس المراكز القادمة غادير مبارك وسلطان بن مبارك الرفيسة الاكتبي يأتي مع خامس المراكز، وسادسا شودة قادمة عامر بن علي بن عامر المري هنا يأتي بسادس المراكز هنا، وهذه الانطلاقة هنا الحاضرة مع هذه الأسماء وهذه الشعارات التي تبحث عن الناموس بيوم الختام، بيوم الختام لهذا المهرجان. ولكن المركز السابع شوف القادمة هنا في هذه اللحظات متابعونا الأعزاء في هذه الانطلاقة، حدم قادم علي بن محمد بن عبيد الخاطري، ومن الجانب الآخر وصلت هناك سودة أحمد بن علي بن سالم العمري تدخل في هذه الانطلاقة وتدخل مع هذه الأسماء هنا في هذه الانطلاقة هنا في هذه اللحظات. أعود إلى المركز الأول، إلى الصدارة الأولى، إلى الانطلاق الجميل. هناك مع هذه الأسماء ومع هذه الشعارات لا زالت الصدارة هناك مع الهدارة، مع الهدارة التي تأتي بهذه الانطلاق الجميل، بهذا التحدي المثير. صامدة صامدة صامدة، يلا يا أبو سلطان، راح الكثير وما بقى إلا القليل. 1200 قطعنا في هذه اللحظات، ولا زالت الهدارة هنا بالمركز الأول. هنا حمد وسلطان بن راشد الكتبي يدفع بها، ونقترب من لوحة الإعلان. الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، جولة الأوامر وجولة التحركات والتكتيكات والإبداعات والمهارات والسرعة الفائقة. حرك اللي بتحرك، يلي تبى الناموس، يلي تبى الانتصار. لا زالت الصدارة هنا مع الهدارة التي بتأتي بهذا الأداء الجميل. تحرك بن غويث، تحرك بن غويث حشيمة سيف بن مبارك بن سيف بن غويث الاكتبي، لا زال حصاد غلطانة هنا بهذه الانطلاقة. ولكن عود إلى الهدارة، إلى الهدارة حشيمة تهاجم هنا مع النصف الكيلو الهدارة، وهنا حشيمة هنا بهذه الانطلاقة، هنا بهذه الاندفاعة. اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، هنا الهدارة حشيمة بن غويث، حشيمة بن غويث تهاجم في هذه اللحظات.
الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام، حشيمة العدارة، حشيمة حشيمة حشيمة، هذه هي عوايدة بن غويث بن غويث بن غويث، ممثلها لطول زمان، يظفر بهذا الانتصار ويظفر بهذا الناموس. سيف المبارك بن سيف بن غويث الاكتمي، سلام طول زمان، سلام سلام بن غويث، سلام تهانينا والناموس لمالك حشيمة. سيف بن مبارك وسيف بن غويث الاكتمي، المركز الثاني الدورة، حمد السلطان بن راشد الاكتمي، بينما زارت المراكز هنا شودة عامر بن علي بن عامر المري، ورابع الاسماء هنا مصيحة خالد بن عبد الله بن مايد الخاطري، وخامسا كان وصول غادير مبارك سلطان بن مبارك رفيسة على اكتبي. هكذا هي النتيجة وهكذا هو التحدي، لابد من وجود بن غويث بهذه الانتصارات، يقدم احد النوعيات التي يمتلك هذا الشعار لياتي بحشيمه. سيف بن مبارك بن سيف بن غويث الاكتبي، ممثل اهالي طو السامان، وهنا لحظه وصول حشيمه والتوقيت الزمني هنا في هذه الانطلاقه وفي هذا التحدي. ما شاء الله تبارك الرحمن، هنا 9 دقائق 38 ثانية، 46 جزءا من الثواني، التوقيت الافضل يا ابو سعيد، تهانينا والناموس لك على هذا الانتصار مستحق. وصاحبة المركز الثاني توقيته 9 دقائق 39 ثانية، 32 جزءا من الثواني، والتوقيت اللي تسجل مع الهدارة لحمد السلطان بن راشد عارف تبي. بينما ثالث المراكز كان وصول متابعون الاعزاء، والتوقيت كما تشاهدون امامكم 9 دقائق 45 ثانية، 56 جزءا من الثواني، توقيت شودة لعامر بن علي بن عامر المري. هكذا هي النتيجة، اعود مرة اخرى بالتهني والناموس الى شعار بن غويث، وسلام هرطوس السماء، سلام تهانينا والناموس.